السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم المفضلة لعالم البيتكوين والربح من الانترنت. مرحبا بكم اخوتي في موضوع جديد، وهو كيفية الربح لمئات الالاف الساتوشي في وقت قياسي مجانا. نعم اخي اختي، وهي طريقة كيفية الربح لمئات الاف الساتوشي في وقت قياسي مجانا. ما عليك فقط التركيز معي في هذا الموضوع، هو موضوع بسيط يتطلب فقط التركيز قبل التطرق الى هذا الموضوع. هذه قناتنا، هذا هو عالمنا، هذه هي الشروحات التي قمنا بشرحها، كيفية الربح الساتوشي مجانا، كيفية تعدين عملة البيتكوين على موقع فوزيكس الذي بدأ يفرض وجوده في عالمنا الافتراضي. هذا الموقع متواجد على أرض الواقع، قد أثبتنا كيفية التعدين عليه، لقد أثبتنا كيفية الإيداع عليه. عليك الدخول إلى هذا الموضوع، سوف تعرف كيفية طريقة الإيداع وطريقة السحب. وأيضا أنصح الإخوة الذين يريدون دخل شهري، أجعل لك أخي دخل شهري من هذا الموقع العالمي المتواجد على أرض الواقع، الذي أثبت وجوده على أرض الواقع، الذي أثبت أيضا وجوده في عالمنا الافتراضي. أكثر من 2 مليون المستثمر على هذا الموقع يا أخي، هاش فلير يقوم بتعدين عملة البيتكوين، يوفر أيضا تعدين على إثريوم، استغل التعدين أيضا على الإثريوم، إثريوم أخي في ارتفاع، واستغل أيضا التعدين على الزكاش. هذا الموقع الذي يتيح لك الإيداع عن طريق ماستر كارت فيزا باير بيتكوين، يوفر طرق عديدة للإيداع. أنصح بهذا الموقع هاش فلير، ما عليك فقط الضغط عليه، وسوف تجد شرح كيفية التعدين وكيفية السحب وكيفية الإيداع. الموقع الثالث الذي جميل جدا أيضا متواجد على أرضية الواقع، وهو كريبت مونيك. لقد أثبتنا عديد 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 أخي من السحوبات من هذا الموقع، إنه متواجد على أرض الواقع. أنصح بالإخوة فقط الضغط هنا، سوف ترى شرح كيفية الإيداع وكيفية السحب من هذا الموقع القديم أيضا متواجد على أرض الواقع. أريد أستغل الفرصة لكي أهني الإخوة الذين استغلوا الفرصة في شرحنا استراتيجية كيفية تصبح مليونير. قد طرحنا هذه الاستراتيجية منذ أسبوعين، قد قمت بتوصية على عملة فيغيج أي إكس في جي. ذلك الوقت كان سعرها 0.028، وأصبح سعرها الآن 0.07، أي بأضعاف أضعاف أضعاف السعر ب5 مرات، يعني ربح ما شاء الله. الحمد لله، لقد أنا استثمرت فيها من ذلك الوقت وربحت الحمد لله، ولكنني متواصل الاستثمار. أنصح الإخوة الاستثمار عليها. مبروك على كل من تابعنا واستغل الفرصة، مبروك. إن شاء الله إن شاء الله سوف نضع درس آخر كيفية أن تصبح مليونير. نتطرق مباشرة إلى شرح كيفية ربح المئة الألاف ساتوشي. على فكرة، فإذا كنت زائر المرة الأولى، ما عليك فقط ضغط الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلك الجديد. نذهب مباشرة إلى شرح كيفية ربح المئة الألاف ساتوشي. هو فوزيت هيب، هذا الموقع الموثوق، موقع قديم يتيح لك الربح مئات الالاف في ساتوشي في وقت قياسي. موقع جميل موثوق 100% اخي، نعم خذها من عندي، موثوق 100%. هذه احد الطرق حتى تصبح غني، اي حتى تربح من الانترنت. طريقة بسيطة، طريقة مثلها مثل جميع المواقع، طريقة روتينية. ما عليك فقط الضغط هنا اخي، لاحظ معي الضغط هنا، سوف يتجه بك إلى هذه الواجهة. تضع اسم بريد الإلكتروني، ثم تكرر البريد الإلكتروني، ثم تضع رابط الخاص بك لمحفظة البيتكوين الخاصة بك، ثم تضع كلمة السر، ثم تكرر كلمة السر، ثم تأخذ ما مكتوب في الكاباتشا هنا، تضعه هنا، ثم تضغط هنا يا أخي. وها أنت قد سجلت، سوف تصلك رسالة إلى بريدك الإلكتروني للتأكيد. يجب عليك الدخول إلى بريدك الإلكتروني ثم تضغط حتى تقوم بعملية التأكيد، ثم تذهب هنا للتسجيل. سوف أدخل إلى حسابي الخاص لهذا، هي الواجهة الخاصة. لاحظ، سوف ننزل إلى الأسفل، لاحظ العملات المتواجدة في فوسيت هيب، أي المحافظ الخاصة بالعملات الإلكترونية المتواجدة في فوسيت هيب، منها البيتكوين، إثريوم، لايت كوين، دوج كوين، بيتكوين كاش وغيرها من العملات. أخي، قبل التطرق إلى كيفية الربح ساتوشيات المجاني لعملات البيتكوين أو إثريوم أو لايت كوين، يجب عليك أن تضع رابط محفظة خاصة بك. أي فإذا أردت أن تربح عملة ساتوشي لعملة
لايتكوين. يجب أيضا تضع الرابط الخاص بمحفظتك لايتكوين. كيفية وضع الرابط، ما عليك فقط النزول إلى الأسفل والضغط لينك أدغيس، تضغط هنا تضع الرابط. لاحظ أخي، تضغط هنا أخي، ثم تحدد اللايتكوين، ثم تضع الرابط الخاص بمحفظتك اللايتكوين، ثم تضغط هنا يا أخي، سوف يتم حفظه مباشرة في فوسيت هيب، يعني يتم حفظ رابط المحفظة الخاص بك اللايتكوين فوسيت هيب. كيفية الربح ساتوشي، ما عليك فقط تضغط هنا توب فوسيت. لاحظ معي أخي، لاحظ معي فقط، ركز، الموقع بسيط يتطلب فقط تركيز يا أخي. لاحظ معي هنا، هنا تجد أول عملة، تجدها بيتكوين ثم إثريوم ثم اللايتكوين. لاحظ، ننزل إلى الأسفل سوف نجد أن الموقع فوسيت هيب لقد أتاح لك عدة مواقع لكي تكسب منها الساتوشي مجانا الخاصة بالبيتكوين. هذه المواقع خاصة بالبيتكوين. لاحظ معي أخي، هنا 30 ساتوشي، هنا 10، هنا 50، هنا 50، هنا 200، هنا 100، يعني مواقع، وهنا واحد، هنا 50، يعني ساتوشي ضعيف نوعا ما. يعني لا تضيع وقتك في البيتكوين، بيتكوين أصبح سعره مرتفع جدا. أنصحك أن تبتعد، لا تضيع وقتك في البحث عن ساتوشي بيتكوين. اذهب الى اللايت كوين او الاثريوم. نذهب نحن الى اللايت كوين، بما ان وضعنا رابط محفظة اللايت كوين، نذهب الى اللايت كوين يا اخي. ننزل الى اللايت كوين، لاحظ معي يا اخي، اللايت كوين هنا يتيح لك 6000 ساتوشي. هذا الموقع هنا يتيح لك 1500 ساتوشي، هذا الموقع على كل 5 دقائق. هذا الموقع يتيح لك 1500 ساتوشي على 10 دقائق، على كل 10 دقائق. هذا يتيح لك 2500 ساتوشي على كل دقيقة. يا أخي يمكن تجمع الكثير من الساتوشي كما تشاء، أنت وعملك، أنت وعملك. يمكنك أن تكمل هذه الصفحة ثم تغير إلى الصفحة الثانية، وثم تغير ثم تغير ثم تغير. يعني يمكنك أن تعمل تكسب أكثر من 100 ألف ساتوشي في وقت قياسي. لكن لاحظ أخي، يوجد نقطة مهمة يجب عليك التركيز عليها. ركز معي في هذه النقطة، لاحظ هذه الألوان، لاحظ أحمر أخضر، لون ضعيف نوعا ما، لون أحمر، نسبة مئوية 75%. عندما ترى النسبة المئوية 100% يا أخي، يعني الموقع يتيح لك الربح. نعم يتيح لك الربح، أخذها مني نصيحة يا أخي، يتيح لك الربح عندما ترى 100%، 100%، 100%. لا تضيع وقتك في هذه المواقع الثانية التي بها اللون الأحمر أو غيرها من الألوان. عندما ترى 100% يتيح لك الربح، ثم تضغط هنا يا أخي، ثم سوف تتجه مباشرة إلى الموقع. على كل حال، أنا قمت بتحضير لك 3 مواقع، سوف تجد روابطها تحت رابط فوسيت هيب الذي يجب عليك أولا التسجيل فيه حتى تستطيع الكسب من هذه 3 المواقع التي أنا قمت بتحضيرها لك يا أخي. يمكنك أن تزيد كما تشاء من المواقع، لكني أنا حضرت لك 3 مواقع من موقع فوسيت هيب. هذه المواقع طريقة الربح مثل هذا الموقع، سوف تجد رابطه أسفل الفيديو تحت رابط فوسيت هيب. أولا ما عليك فقط، لاحظ معي كيفية الربح من هذا الموقع. تضع هنا الرابط الخاص بالمحفظة اللايت كوين التي قمت بتسجيل بها في فوسيت هيب، ثم تضغط هنا يا أخي كاباتشا أوبليجي، لابد منها يعني. أين أنت؟ أين أنت؟ 1، 2، 3. نعم، لاحظ معي أخي، ركز فقط، ثم تنزل إلى الأسفل. لاحظ معي هنا، هنا يقول 1 في C بليس 1 في B، يعني سي بي. نعم هذه هي. هنا يقول دو سي بليس فوا، يعني دو سي ا. نعم نعم هذه هي. هنا يا أخي يقول 1 ضرب C زائد 2 B، يعني C B. نعم هذه هي.
هنا يقول يا أخي ثلاثة في ب، ثلاثة في ب، ثلاث بئات. واحد ثم ننزل إلى الأسفل، ننتظر دي سيغون، ننتظر كل 5 دقائق يمكنك أن تربح من هذا الموقع. كل 5 دقائق يجب عليك أن تنزل الإعلانات هذه التي، لأن هذه المواقع ربحها فقط من الإعلان. ننزل إلى الأسفل، لقد أخذت 211 ساتوشي، تم إرسالها إلى موقع فيسيب، تم إرسالها المحفظة الخاصة بي في موقع اسم. تم، يمكنك زيارة هذا الموقع لمدة 5 دقائق وتربح. نذهب إلى الموقع الثاني، لاحظ معي أخي، تضع رابط المحفظة، يجب عليك أن نزل الإعلانات، لأن هذه المواقع تربح فقط من إعلانات، ويجب عليك الصبر، يمكنك الربح. أين هو؟ نعم، لاحظ، تضغط هنا كونتيني. نضغط هنا، لاحظ معي هنا، لاحظ، ركز معي هنا في هذه الكتبة الموجودة في الأعلى. جيش ياس أولا كارت ياس. أوكي. ثم نصبر على 5، نضغط هنا، ننتظر كاباتشا الخاصة به، نديرو آل كاب. الصبر أخي، والله يا أخي تصبر تنل، فإن لم تصبر لا تستطيع الكسب يا أخي. ثم تضغط هنا، ننتظر سيكون. هذه أحد المواقع التي تتيح لك ربح المئات الآلاف ساتوشي، يمكنك أن تربح 1000 ساتوشي، يمكنك أن تربح 10,000، أنت وحظك يا أخي، أنت وحظك. يجب عليك فقط الصبر يا أخي، ونزع الإعلانات. راح، لقد ربحت 350 ساتوشي، يعني يمكنني الربح على كل 5 دقائق، أزور وأخذ ساتوشي. لقد تم إرسال هذه الساتوشي يا أخي، لاحظ، تم إرسالها إلى فوسيتيب، أي كونت الخاص بي في فوسيتيب. هذا موقع رقم 2، سوف تجد رابطه تحت الرابط الخاص بالموقع في فوسيتيب حتى التسجيل. هذا الموقع رقم 3، هذه المواقع قمت أنا بتحضيرها شخصيا لكم، لا شخصيا لكم، مني أنا إليكم. يمكنك أن تضيف 100,000 موقع كما تشاء يا أخي، لكني أنا فضلت أن أبحث لك على 3 مواقع، هذه بسيطة نوعا ما. لاحظ أخي، يجب عليك أن تضع هنا بريد الإلكتروني الخاص بك، بريد المحفظة الخاصة بك التي قمت بتسجيل بها لايت كوين. ثم تضغط هنا يا أخي، لاحظ، نعم، عليك فقط الصبر. لاحظ يا أخي، ثم لاحظ هنا بليز كليكي، لاحظ هنا 5 بليز 6، نعم 11، يعني 11، 5 1 + 8 = 9، 3 + 4 هي 7، 4 + 4 = 8. لاحظ، نصبر 20 ثانية حتى يمكننا الربح. يمكنك ربح الكثير يا أخي من الساتوشيات. على كل حال، هذه 3 مواقع التي شرحتها لكم، سوف تجدون روابطها أسفل رابط فوسيت هيب. هذه 3، يعني قمت بتحضيرها شخصيا لكم حتى تستطيعون تعرفوا طريقة الكسب يا أخي. لاحظ، لقد ربحت 200 ساتوشي، لقد تم إرسال 200 ساتوشي. يمكنك أن تزور هذا الموقع على 15 دقائق وتأخذ الأرباح. هذا هو شرحنا، هذا هو موضوعنا، هذه درسنا اليوم يا أخي. إن أعجبك الشرح، ما عليك فقط الإعجاب بالموضوع واشتراكه مع أصدقائك، ولا تبخلونا بدعمكم يا أخواننا، وإن شاء الله في موضوع آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.